الجملة المشهورة والمعروفة انه الوقاية خير من العلاج، صح؟ صح فهمت. وحضرتك بتقول مصطلح حمى روماتيزمية مرتبطة بالطفولة تحديدا والى اخره، اديت روشتة بسيطة او نوع من انواع العلاج، ولكن هل سبب هذه الحمى هو سبب وراثي عامل جيني بالدرجة الاساس، ام انه ده بعض التصرفات او بعض العادات او السلوكيات السيئة اللي بتتبعها الاسرة تؤدي الى حدوث مثل هذا المرض؟ هو ده سؤال كويس. الحمى الروماتيزمية هي عبارة عن ايه؟ متلازمة. يعني ايه متلازمة؟ يعني ليها كذا جهاز اكلينيكي او سيستم اكلينيكي بيؤثر بالسلب عليه، زي مثلا هي بتأثر على المفاصل، على الجلد، على الكلى، على الكبد، على المخ، على القلب، كل ده. تاني حاجة ان هو ملهاش سبب واحد، هي لازم ليها كذا سبب. اول سبب اللي هي وجود الميكروب، اللي هو الميكروب السبح اللي قلنا عليه. تاني سبب اللي هو الوراثة زي ما قلت عليها. تالت سبب العائلي، يعني تلاقي عيلة كاملة عندها هذا المرض ويورث من الجيل للجيل. رابع سبب اللي هو البيئي، الايكولوجي. بمعنى ايه؟ الحمد لله احنا دلوقتي طبعا الدولة المصرية بدأت تحسن المستوى المعيشي للناس. بمعنى لما كنت تروح حضرتك زمان العشوائيات، كان الناس عايشة مثلا 20 واحد في أوضة مثلا، وما فيش شمس بتخش. يعني مثلا روح بعيد لي مثلث ماثبيرو اللي كان تحتيك ده كان مثلا الأوضة فيها 20 واحد، وكانوا عايشين في رطوبة عالية جدا، وما فيش أدوات نظافة، وما فيش شمس بتخش، وما فيش بيئة غير صحية، بيئة يعني مكتملة الأركان بالظبط. فالبيئة الغير صحية دي كان فيها زي ما تقول التربة الصالحة للحمى الروماتيزمية. دلوقتي ما شاء الله خلاص الحاجات دي كلها اتشالت، بدأت فيها عماير كبيرة وحلوة ونظيفة، بقى في ميه نظيفه، بقى في ما فيش رطوبه، بقى في شمس، بقى في ميه، بقى في صحه، يعني نوع من انواع البراح زي ما بيقولوا بالظبط، برنامج صحي. فخلاص ما عادش القصه دي موجوده. اخر حاجه بالنسبه للتعليم، احنا كان زمان مثلا اللي كان بيجي له سخونيه او بيجي له كحه او ما الى ذلك، كان ان هو في المدرسه كان بيعدي التلاميذ، لانه مرض بيتداول. فدلوقتي الحمد لله بقى في وعي برضو للامهات والمدرسين والمدرسات، لما يلاقوا طفل فيه سخونيه او رجله بتوجعه او مثلا زوره او ما الى ذلك، بيعزلوه وبيودوه لمامته، يقولوا له وديه للطبيب. فالعوامل دي كلها ادت الى الحمد لله رب العالمين الى النسبه بقت قليله جدا في مصر. وده يعني مش مجهود واحد، ده مجهود دولة كاملة. طبعا هم يشكروا القائمين على وزارة الصحة، وايضا بما انك ذكرت الاعلام فاحنا دورنا ايضا ان نسلط الضوء على بعض الحاجات اللي قد تكون مش متداولة، او الناس ممكن تغض الطرف عنها او ما تاخدش بالها منها في مجالات الصحة العامة، يعني مش حاجة مش الصحة النفسية فقط. اسمح لي اسالك جمله ايضا، بنتكلم بما هو متداول دايما بنسمع عن فكره ضعف، ضعف في عضلات القلب، ضعف في الصمام، ضعف يعني كلمه ضعف مقرونه بشيء له علاقه بامراض القلب، وما اعرفش من منذ بدايه الولاده او الطفل حديث الولاده هل يمكن تشخيص مثل هذه الفكره انه القلب ضعيف او العضله ضعيفه او الصمام والى اخره، هل يمكن تشخيصه ام انه بيحصل التشخيص ده فتره يعني متقدمه شويه؟ ده سؤال كويس جدا. ضعف عضلة القلب ده مرض لما بيجي في الأطفال هو ليه سببين. سبب وراثي اللي هو يبقى مولود من بطن مامته عنده ضعف عضلة القلب، وده بنسميه كارديوميوباثي، ده الاسم العلمي بتاعه، أو إن هو يبقى مكتسب acquired. الطفل لما بيتولد من بطن مامته ويكون مامته عندها مرض أثناء الحمل يؤدي إلى ضعف عضلة قلب الجنين
وبالتالي ضعف عضله القلب ابنها لما يكبر. مثلا حاجه مشهوره جدا، مرض اسمه الذئبه الحمر. مرض ده بيجي للستات والبنات ومعروف. الست اللي عندها مرض الذئبه الحمراء دي لو ما كانتش بتتعالج صح وتعمل متابعه دقيقه جدا لابنها اثناء الحمل طول فتره الحمل هيؤدي بالسلب الى ضعف في عضله القلب. صدق مرض الذئبه الحمراء يعني بروسس طويل في العلاج، مش الذئبه الحمراء ما مرض ما بيخفش. بقول لك هو بروسس طويل يعني، هو انما طول عمرها عايشه بيه. بس جايز تحمل، فلما الست تحمل يبقى لازم يكون في تعاون او فريق عمل بين دكتور النساء والتوليد ودكتور المناعه ودكتور البطنه ودكتور القلب ودكتور قلب الاطفال ودكتور الحضانه، يعني بيبقى في فريق عمل كامل. يعني الست دي من يوم حملها لغايه لما تيجي تولد بيبقى الفريق ده كله ستاند باي جاهز، ده الكرو بتاع الايه الطياره بتاعتنا بتاعت الحاله دي. الحاله دي ما ينفعش تعدي كده. تاني حاجه مرض اسمه مرض الروماتويد. برضو مرض الروماتويد ده مرض طويل ولازم برضو ناخد بالنا. مرض السكر وده مهم جدا 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 جدا. مريضة السكر ممكن يؤثر على عضلة القلب؟ ايوه، مريض السكر، مريض السكر اللي هي ماما نفسها عندها سكر، مش لازم يكون الاب عشان يبقى تاريخ اسري، ما مش قوي، بس هي الام الحاضن. الام دي مهمه جدا جدا. يعني لازم الام اللي عندها السكر لازم يبقى في فريق عمل، دكتور النساء، دكتور السكر، دكتور البطنه، دكتور المسالك البوليه مع بتوع السكر، ودكتور الاطفال وقلب الاطفال. الفريق لازم يكون مكتمل على اساس برضو ان احنا ندي فرصه للطفل اللي عنده ضعف في عضله القلب دي ان هو نقدر ان احنا نساعده. كمان الستات اللي هي يعني ربنا يشفيهم كلهم بقى، اللي هو المرض الوحش اللي هو الكانسر اللي هو السرطان. والستات اللي عندها الكانسر كان في ديبيت، كان في كلام عنهم، هل نخليهم يحملوا ولا بلاش، وهل الصح ان الست تحبل او ولا لا. يعني اسف انا قلت اللي عندهم كانسر اورام سرطانيه سواء بقى ما بين الحميد والخبيث والى اخره، دي دكاتره الاورام يبتوا في هذا الموضوع. هل فكره ان شخصت ام انها تتعالج ام انها شخصت وعولجت فهي متعافيه من السرطان، قصدك مين فيهم؟ بص حضرتك كلهم كلهم سلكت اول. سلكت اول هي فعلا كده. اي واحده عندها ورم خبيث حميد اي حاجه لازم يبقى فيه فريق عمل كامل لحمايتها.